السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم اخواني واخواتي، وانا اهلا بكم في شرح جديد. اليوم طبعا راح نسوي لكم شرح لتثبيت انترنت داونلود مانجر في الازار حديث مع الكراك. لكن قبل ان نذهب للشرح، اتمنى اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والاعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد وحصري من شبكة الكفيف العراقي. راح نثبت احنا النسخة، طبعا هي احدث نسخة من البرنامج. هذه النسخة طبعا على انتر. المؤشر بدأ تشغيل انترنت داونلود مانجر سبب نشرات. القرص المحلي سمايلي فيس. الطريقة عرض العناصر 5637.14.x18.26. المؤشر بدأ تشغيل التطبيق. المؤشر عادي. طبعا هسه طببنا هو على البرنامج، يقول لك تحديد اللغة وما ادري شنو. بليز سلكت اوكي. اسمع. عم سرب رجاء تحديد اللغة للتعامل مع البرنامج، علما انه يمكن تغييرها لاحقا من واجهة البرنامج من قائمة عرض اللغة. اوكي. يقول لك حدد اللغة ذا تريد. Please select the language for add user interface. You may change it later by صوت واحد Armenian, Albanian, Arabic. محدد على الوطن. عربي. تاب. اوكي. شريط البها. انترنت داونلود مانجر معالج تثبيت. انترنت داونلود مانجر مرحبا قيد تثبيت. انترنت داونلود مانجر هذا معالج تثبيت من الضروري اغلاق جميع متصفحات الانترنت قبل تشغيل برنامج الاعداد. الغاء الامر. التالي. غير متاح. رجاء قراءة تقييس انترنت داونلود مانجر عن لايسنس اجريمنت 1 في انترنت داونلود مانجر. الغاء الامر. Internet Download Manager and License Agreement 1. The Internet Download Manager and Computer Software, Artwork and Other Components included in this. موافق على شروط الواردة. مسافة محدد. طبعا تحدد على ما مسألة موافق على شروط نوت. الخلف. التالي. الغاء الأمر. Internet Download Manager. موافق على شروط الخلف. التالي. نط التالي حتى نثبته. الغاء الأمر. سيتم بتثبيت Internet Download Manager في المجلد الثاني للتثبيت في مجلد آخر. انقل فوق استعراض ثم حدد مجلدا آخر. المجلد الهدف C Program Files X86 Internet. إنشاء أيقونة للبرنامج على سطح المكتب محدد. الخلف. التالي. الغاء الأمر. الخلف. التالي. غير متاح. الغاء الأمر. 100% 3% 30% 0% 100% 40% 0% 51% 100% 61% 72% 82% 97% غير متاح. إنهاء. شريط المهام. المؤشر بدأ تشغيل التطبيق. طيب نعم. المؤشر عادي. شريط المهام. فولدر فيو. هذا الكمبيوتر 2/22. هس احنا نروح لل للكراك. الكرسي المحلي اسمه فيس 1 من 4. الكرسي المحلي اسمه اتيون 64 سلام. برنامج الكراكينو. الكراكينو 25/26. هذا ان شاء الله امين راح ارسل لكم اياه. استخراج الملفات. استخراج هنا هذا عمل. استخراج الى الكراكي 10 من الكرسي المحلي اسمه فيس. الطريقه عرض العناصر الكراكي نقطه 25/26. طبعا انت لازم تطفي الويندوز ديفندر قبل هذا الموضوع، قبل ما تفكر الكراك لان موقفه. راح همين ان شاء الله احط لكم الاداه اللي توقف ويندوز ديفندر، فقط تعطي التشغيل كمسؤول وبعد تقوم توقف الشغل من عنده طبيعي. برنامج الكراكي 27/27. طبعا راح ندخل على المجلد مال الكراك. طريقة عرض العناصر الكراكي غير محدد 1/1 محدد. تفتحها. طريقة عرض العناصر عجيمة نقطة إكس إي غير محدد 1/3 عجيمة نقطة عجيمة نقطة إكس إي 1/3. تحدد أول مجلد. مسافة غير محدد. مسافة محدد عن جي آر إتش أو كي نقطة إكس إي غير محدد 2/3 مسافة محدد. المجلد الثاني تعطيه النسخ. كوبي فايل. تروح للسي. محرك الأقراص المضبوطة في إغلاق قوسي. محرك الكرسي المحلي إغلاق قوسي لا ليد دي سمايلي فيس 8. الكرسي المحلي ايولاد نقطة اكس تي 10 من 10 ملفات البرامج اكس 869 من 10 ملفات البرامج تدخل عليها. طريقة عرض ابل سوفت وير اب كومن فايل فورمات باك انتل 6 انترنت داونلود مانجر 7 من 32. طبعا راح بعد ما طبعا مجلة تطي استبدال ملفات يقول لك بعد ما تطي لصق ثقة في العملية مؤقتا غير محدد للقراءة فقط. تنفيذ هذا الاجراء لكفة العناصر الحالية. مسافة محدد متابعة باستخدام حقوق مسؤول تلقائية. المؤشر بدأ تشغيل التطبيق. إيقاف العملية مؤقتا غير متاح غير محدد للقراءة فقط. إيقاف العملية مؤقتا 77% 98% 99% انترنت داونلود مانجر. طريقة عرض العناصر محدد. طريقة عرض العناصر عجيمة نقطة إكس إي غير محدد 1/3 عجيمة نقطة إكس إي. طبعا بعد ما تلصقهن نروح على الملف الثالث. ريجستر نقطة ريك 3/3 ريجستر نضغط عليه انتر. Registry error routing information can unintentionally change or delete values and cause components to stop working correctly. If you do not trust the source of this information, then ألف أو نعم أو زائد نون. طيب نعم. Registry error the keys and values contained in الكراك الكراك register. نقطة رايك.
الاشتراك طريقة عرض العناصر register نقطة web 3 أمان ثلاثة. طبعا بعد ما طفينا الحاسبة أنا طبعا طفيت الحاسبة عمد البرنامج يأخذ حتى برنامج ياخذ مكانه طفت الحاسبه سرح البرنامج يشوفه انترنت داون مانجر نضغط عليه نفتح البرنامج نفتح القائمة ننزل بالتسجيل وشوف شوفوا يقول التسجيل غير متاح معناه انه تكرك رسمي ان شاء الله نكون افدناكم وان شاء الله انتظرونا بالدروس الجاية اكو بعض الامور ان شاء الله اللي راح تفيدكم جدا يعني بيها مفيدة واكو مفاجآت ان شاء الله بحلقات الجاية تحياتي.